السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في اليوم بكورس الجيكوير موبايل، ونحكي عن جيكوير عفوا، ونحكي عن الفيد إن والفيد أوت والفيد توجل. نفس فكرة الشو والهايد، نفس الإشي، بس اللهم على إيش؟ اللهم على شكل فيد. يعني لو أنا جيت بدل هون، خلينا نرد، نجي نعمل هذا الحكي كومنت حاليا. أوكي، كانت هاي عنا ايش اللي هي ستايل، اعطيناها ستايل ديسبلاي نون. اوكي، حكينا له اذا هاي خفناها هالباراجراف الاولى، اجينا حكينا له بدل شو، اجينا حكينا له فيد ان، تمام. وبرضه اجينا اعطينا 4 ثواني. لو اجينا نعمل ريلود، لاحظ كيف ظهر بس على شكل فيد. يعني لو انا اجيت هيك، اوكي خلينا نشوف اللي هو برضو هاد، اعطيه هيك، خلينا اورجيكم الفرق بين الشو والفيد ان. هاي برضو خليها بي ام. اوكي، بي اي مثلا. طيب، فيد ان هاي خليها ايش، شو. اوكي، طيب لو لاحظ كيف هاي الشو وهاي الفيد وهاي الشو، لاحظ هاي بتظهر في شكل فيد وهاي بتظهر بشكل زي. طيب نفس الاشي يعني. طيب فاذا الفيد اوت برضو نفس الاشي حتكون، واللي مشابه اللي هي ايش، الهايد. طيب لو اجيت انا هون شلنا الديسبلاي نان، اوكي، لان احنا اصلا بدنا اياه يكون موجود بس بدنا نخفيه، تمام. لاحظ احنا لما نيجي نعمل ريلود، لاحظ كيف تختفي الاولى بشكل فيد، الثانية بتختفي بطريقة تانية. اوكي، لاحظ كل واحد بيختفي بطريقة. اوكي، الفيد توجل لو اجينا برضه شلنا هدول هيك، اجينا حكينا تكبس لي على على البوتون ايش، تعال اعمل لي اللي هي فيد توجل. اوكي، اجينا حكينا شو، لاحظ شو بيختفوا. جينا حطينا هايد، لاحظ نفس الاشي. فاذا كل الباراجراف بيصيروا ايش، فيد توجل اللي هو شو وهايد. اوكي، اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، ويعطيكم الف عافية.